بعد توقف دام قرابة 15 عاماً، تعمل وزارة الزراعة والري والثروة السمكية مع جميع الجهات في السلطة المحلية على إعادة العمل إلى ميناء الاصطياد السمكي وملحقاته في ميناء عدن. التفاصيل في سياق التقرير التالي. تعكف وزارة الزراعة والري والثروة السمكية حالياً على إعادة تأهيل رصيف ميناء للاصطياد السمكي الواقع في منطقة حقيف بمديرية التواهي، والبالغ طوله 620 متراً، وذلك بجهود وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم عبد الله السقطري ورئيس الهيئة العامة لمصائد خليج عدن الدكتور عبد السلام أحمد علي، الذي استعرض أهمية استعادة تأهيل وتشغيل الميناء لاستقبال سفن الصيد الكبيرة وإعادة تأهيل ثلاجة الاصطياد ومصنع الثلج ومصنع قوارب الفيبر جلاس بدعم من البنك الألماني. الميناء هذا يتكون من عدة مرافق خدماتية طول الرصيف 625 متر، كان يستقبل كل السفن، تقريبا السفن اليابانية التايلندية المصرية بما فيها كل سفن العالم كانت تجي لهنا تنفل الحمولات السمكية المنتوج السمكي ويتم تخزينها عبر الثلاجة هذه اللي سعة تخزينها 2000 طن. مصنع ثلج كان ينتج باليوم 100 طن، مجمدة 25 طن، حافظ الثلج 200 طن، بالإضافة إلى ثلاجتين آخرتين سعة تخزين لكل ثلاجة 200 طن. الآن كل هذه المنشأة شبه مدمرة. يحتوي كمان هذا الميناء على ورشة عملاقة تتعامل مع السفن للصياد اللي كانت تجي بحاجة إلى صيانة، إلى ترميم، إلى إعادة تصليح وغيرها، بل انه هذه الورشه تعتبر ورشه عملاقه ممكن كانت تتعامل باليوم الواحد مع 3 سفن مع بعض. العماله الموجوده في رصيف الميناء هذا ميناء الاصطياد يتكون من 1300 موظف. وقد عملت الهيئه العامه لمصايد خليج عدن وبدعم من الوزاره على استقطاب الشركات المحليه لانتشال السفن الفارقه واعاده تاهيل ورشه صيانه وصناعه قطع غيار السفن بإعادة عددا من الكوادر الفنية للعمل في الميناء. بمجهود معالي الوزير سالم الصغطري استطاع ان يخرج منحة مالية من البنك الألماني الإنمائي 35 مليون دولار لإعادة ترميم الميناء. رصيف الميناء متهالك، شبه متهالك طبعا، بحاجة الى ترميم وإعادة، الثلاجة متهالكة. هذه المنحة بتكون رصيف الميناء وإعادة الثلاجة زي ما كانت يعني واحسن. بالنسبة لنا أكبر مشكلة نعاني منها هي قرق هذه السفن اللي هي 22 سفينة صيد موجودة على رصيف الميناء. رحنا شوف من 2012 ونحن ننادي أصحاب البواخر هذه على أساس أنهم بيجي يشيلوا حقهم، عادهم ما غرقهم. وتعد الورشة الفنية من أهم مرافق ميناء الاصطياد كونها تشكل اكتفاء ذاتيا لصيانة السفن الكبيرة وتزويدها بقطع الغيار المصنعة محليا وبأيادي كوادر محلية مؤهلة، ومنهم المهندس محمد أبو بكر. أكثر من 14 عام أو 15 عام الآلات يعني ما كانت تشتغل بالخالص، والآن بفضل الجهات المختصة بقيادة الوزير وزير الأسماك والزراعة والأخ رئيس الهيئة العامة للمصايد قاموا باسترجاعنا، لأن كنا هنا نحن في الورشة وقد قمنا بأعمال الآن الصيانة بجميع الآلات، والآن نمشي على أحسن ما يكون إن شاء الله. لقد قطعت الهيئة العامة لمصايد خليج عدن شوطا كبيرا في إعادة تأهيل كافة المنشآت التابعة لها وانتشال السفن الغارقة لإعادة الحياة للميناء واستعادة الكوادر القديمة الذين على أيديهم سيتم تدريب كافة الشباب المنخرطين للعمل في الميناء. لقناة عدن الفضائية محمد عبد الله غالب، العاصمة المؤقتة عدن.